أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. شخصيا أنا على مستوى التعليق كنت قد استمتعت بأجواء ملعب المراكانة، لا يمكن وصف هذه التحفة المعمارية وهذا التاريخ العظيم لهذا الملعب. ها هي البداية إذن. يلعبها إلى الحارس لوفرين، فان دايك، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعبها طويلة على الطرف. فينالدو يبحث عن المهاجم، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، تمريرة قوية أكثر من اللازم، يبعد الكرة عن المرمى. فان دايك كرة طولية من الحارس، يحاول أن يلعب كرة بينية، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. لوفرين، فينالدوم يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، قطع مسافة كبيرة بالكرة ويعود لعبة جميلة تسديدة أجمل. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفر عن هدف وتوضح مدى خطورته. كرة طولية إلى الأمام، أرنولد يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. يا سلام على المرور الجميل على المهزة. جول لليفربول. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. لمسة بينية ينتظرها لاعب في المساحة، كرة طويلة وبعيدة لا يستفيد منها الفريق. فابينهو، تشامبرلين يلعبها لمنطقة الخطر، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. وانتهى الشوط الأول. الأداء بصراحة غير مقنع، يمكنهم أن يقدموا أداء أفضل، ربما مطالبين بشوية هدوء شوية تركيز.
عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. الآن إمكانية المرتدة، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها ببراعة، كرة باتجاه المرمى، الله مارواي ينجح في التسجيل. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. ساديو ماني، تشامبرلين، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة وفرصة أخرى. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. نجحوا في تخليص كل الكرات. طارق حامد، تغيير لاعب على الأجناب. لوفرين يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. فابينهو، فان دايك ينقل الكرة للجانب الآخر. أرنولد، كرة إلى الأمام. لمسة بينية، روبرتسون، تشامبرلين بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. فرصة للتسديد، يمد قدمه ويقطع الكرة، يحاول أن يلعب والتسديد. لعبة رائعة داخل منطقة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر، كرة من جهة اليمين، يلعبها رأسية مذهلة، والكرة في اتجاه المرمى. التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. كرة عرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. ولديهم تقدم بهدف وحيد، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. فينالدوم، الله
كرة جميلة يستلمها اللاعب. ليفربول يجب عليه استغلال هذه الكرة، فرصة الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يلعبها قصيرة، يلعب كرة داخل الصندوق. استقبال جميل من جانب ساديو ماني. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة إذن. أوه يا لها من عودة مذهلة، أظهروا مرة أخرى أسرارهم الكبير. يا لها من ريمونتادا مذهلة هذا اليوم، يا لها من عودة من بعيد، قلبوا الطاولة هنا في هذه المباراة.